بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جبل الربع المسكون بقوته الباهرة، وأسبغ علينا نعمة الإسلام بقوته القاهرة، والصلاة والسلام على الرسول الهادي والمنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. رئيس الاحتفال المؤقت وزملائي في الدروس والذين حضروا في هذا المجلس، إني أحظى بإلقاء خطبة عربية وجيزة على رؤوس الأشهاد حول موضوع الإسلام. فالرجاء منكم جميعا أن تنقطعوا إلى كلامي والدعاء لي بالفوز التام. أيها الأخوة في الله، ألا تعلمون أن نعم الله تعالى وآلاءه كثيرة على كل من خلق في هذا العالم؟ إذا نريد أن نعد آلاء الله تعالى لا نقتدر على هذا، كما صرح جل وعلا في التنزيل العزيز: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيتوجب علينا أن نعلم حق العلم بأن ذكر نعم الله تعالى من شكره، فعندنا نذكر الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض. يتضمن هذا الفعل شكر الله القدير الجبار، وحينما ننسى آلاء الله تعالى نكفره. فالعباد لا يلائم لهم أن يكفروا الذي خلقهم ومنحهم العقل والذهن والأعين والأيدي والأرجل والأعضاء الكثيرة التي تجري نفعا في كل حين وأوان. عندما نكفر الرب الذي أعطى الإنسان هذه الأشياء نستحق العذاب الشديد العقاب الأليم، كما يتواجد في كتاب الله الباقي إلى يوم القرار: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخواني، فلنتساءل أنفسنا: هل عرفنا هذه النعمة حق المعرفة أم نسينا؟ هل نسينا الله عز وجل أم ذكرنا؟ هل ذكرنا الله الذي يذكرنا أم تركنا ذكره؟ ألا نتلو آيات القرآن الكريم؟ إن الله تعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هل نسينا هذه الآية الكريمة؟ إن الله تعالى يذكرنا عندما نذكره، ولكن تركنا ذكره وذكر نعمه. لذا إن تعبد الله تعالى نقم بشكره، وإن بالقرب عن عبادة الله تعالى وشكره وفكره يجد الله تعالى علينا ونستحق النقال العقاب الشديد. ألا تدل القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فحوى هذه الآية الكريمة: إن الله تعالى يشاء أن تحب الإسلام وتود الإيمان والقرآن. إن تدرك الإسلام وتهجر القرآن وتنبذ الإيمان تكون في ضلال هالك وخسران تام شامل. فيا أيها الأخوة في الله، تعالوا إلى كلمة الإسلام، كلام الإيمان، كلمة الإسلام الذي تفوه بها النبي الكريم، تفوه بها الصحابة الكرام، وتفوه بها كل من اعتتق الإسلام وأموره. هذه هي الكلمة التي تعدي الراحة البدنية والراحة القلبية. من قال هذه الكلمة بصميم قلبه خرج من الظلمات إلى النور، خرج من الكفر بالله إلى الإسلام، خرج من الظلمات والظلام الحالك إلى النور الساطع. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أصدقائي، الإنسان يسلم نفسه إلى أي فرد من أفراد المجتمع ويعتتق فكرة من أفكار المجتمع الإنساني، هذا ليس بصحيح. يناسب له أن يسلم نفسه إلى الله الذي خلق العالم كله، الذي خلق الجبال الرواسي والأشجار الغناء وما إلى ذلك في هذه الآمنة. يخرج الإنسان من طاعد نفسه ويميل إلى طاعد الرحمن، ويلتفت إلى رحمة الله الجليل الجبار. ولكن الشيطان قد طرد من عند الله تعالى، وهو يجتهد كل الجهد لأن يضلل الإنسان من الصراط المستقيم إلى الطريق العوج، ويبذل الجهود الجبارة وصيعه الدوب للتصليل أفراد الإنسان من النور الساطع إلى الظلمات الحالكة ومن الإيمان بالله الكفر بالرحمن. فالإنسان يجب عليه أن يفكر في ذاته وأن يفكر في ذات الرحمن. يجب عليه أن يستخدم عقله وذهنه في فكرة صحيحة وطريق سديد، لأن الله تعالى منح الإنسان وأفراده الأقل المانع من الخطر والفطرة الهادية إلى السفر. والشيطان سيقول يوم القيامة: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، كما يقول الله تعالى في القرآن المجيد. فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.